الاتحادية والشرطة المحلية والحشد الشعبي والعشائري وقوات البيشمركة ينتمون لمختلف الأديان والقوميات والطوائف، ويجمعهم هدف واحد هو الدفاع عن وطنهم ومقدساتهم. ويحظى هذا الدفاع بدعم المرجعية الدينية بقيادة وحكمة سماحة السيد علي السيستاني الذي يمثل صمام أمان، حيث شكلت فتواه التأريخية قوة دافعة لتحشيد كافة أبناء الشعب العراقي، ولاقت تأييدا واسعا من علماء الدين من كل الطوائف وجميع الطاعات الشعب العراقي. السيد الرئيس، السيدات والسادة الكرام، إن العراق حريص على مشاركة دول العالم بسعيه الحثيث لتحقيق التنمية وأيضا تلبية أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والتمييز والحفاظ على البيئة وتطوير برامج رعاية الطفولة وتحسين المستويات الصحية والتعليمية، ورائدنا في ذلك هو توفير بيئة مناسبة وداعمة للحريات وحقوق الإنسان والمساواة والمشاركة الفاعلة للمرأة في إدارة الدولة وكذلك في المجتمع. إننا ندعو دول العالم إلى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تقديم الدعم والتمويل والتسليح للمجاميع الإرهابية التي تقتل المدنيين، وأيضا بقرارات احترام قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنقاذ الآثار والتراث الثقافي العراقي. ونشير هنا إلى إنجاز عراقي تحقق بالتعاون مع منظمة اليونسكو، حيث تم ضم مناطق الأهوار في جنوب العراق إلى لائحة التراث العالمي، ونعمل حاليا على تلبية متطلبات ضم بقية المواقع والكنوز الحضارية في العراق ضمن هذه اللائحة. ننتهز هذه الفرصة لندعو المجتمع الدولي إلى تركيز جهوده وإمكانياته لإنهاء النزاعات ووقف الحروب ودعم الأمن والسلم وتشجيع فرص التنمية، والابتعاد عن سياسات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهي سياسات زادت من معاناة الشعوب وعمقت الانقسامات في منطقتنا التي ما زالت تعاني من حروب داخلية وتدخلات خارجية فاقمت من معاناة السكان المدنيين إلى مستويات خطيرة. وأننا نناشد المجتمع الدولي بدعم واحترام سيادة العراق والطلب من الجارة تركيا سحب قواتها من العراق، حيث أن تواجد هذه القوات رغم رفض العراقيين لها يعرقل جهودنا لتحرير محافظة نينوى والموصل. أن الحكومة العراقية تعمل جادة في تحقيق التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي، وتتعامل مع جميع المواطنين على أساس المواطنة الصالحة وعلى قدم المساواة باختلاف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم ومكوناتهم. نجدد الشكر لمنظمة الأمم المتحدة والدول الصديقة لموقفها المساند للعراق وشعبه في برامجها الإنسانية المتنوعة ورعاية المهجرين، ودعم جهود الحكومة العراقية في بسط الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاحات والتنمية الاقتصادية التي يتطلع لها أو إليها أبناء شعبنا العراقي. السيد الرئيس، نتقدم إليكم بالتهنئة بانتخابكم رئيسا للجمعية العامة للدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشكر السيد لاكتوف على ترأسه للجمعية العامة للدورة 70، ونتقدم أيضا بالتهنئة الحارة للسيد الأمين العام بان كيومون لانتهاء مهام عمله في نهاية هذا العام، ونشكره على جهوده القيمة والحثيثة، وهو زارنا في العراق لعدة مرات لدعم العراق في الوقوف في وجه داعش وفي كل خطة التنمية وإسناد الاقتصاد العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.